مشاهدينا الكرام، وللحديث أكثر ينضم معنا عبر الهاتف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر. أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية. يعني إلقاء القبض على أحد الأشخاص يعني الذي ينتحل صفة طبيب في مستشفى مدينة الطب، كيف دخل هذا الشخص إلى المستشفى ومارس عمله كطبيب، خاصة أن الفيديو يظهر أن الطبيب يتحرك بثقة ويبدو أنه معتاد وليس دخول جديد وطارئ؟ تفضل. شكرا جزيلا. تحية جنابكم مشاهدينا الكرام. سيدي الكريم، ظهر يعني ما وصل المعلومه بدقه، احنا اصدرنا بيان رسمي اليوم للايضاح حول ما تشير من تفاصيل غير دقيقه عن هذه الحاله. الفيديو اللي تذكره جنابك هذا في نفس اليوم اللي دخل به لاول مره الى احدى مؤسسات دائره مدينه الطب بصفته طبيب وليس مراجع. في نفس هذا الفيديو، في نفس هذه اللحظه اللي دخل وادعى بها انه طبيب، تم ملاحظته مباشره من قبل اداره المستشفى، من قبل مدير المستشفى شخصيا، وبنفسه توجه للتحقق من الموضوع وطالبوا هويته، وعرفوا انه هو ليس بطبيب مبدئيا، وبعدين تم ابلاغ الجهات الامنيه وتاكد هذا الموضوع، وعلى الفور تم اعتقاله، وحاليا هو قيد التحقيق والموضوع عند الاجهزه. دكتور اذا تسمح لي، يعني الانباء تتحدث هنا، اذا تسمح لنا دكتور، الانباء تتحدث هنا عن تواجده داخل المستشفى لاشهر، يعني من دون الانتباه. نعم يا اخي الكريم، انا نسيت هذا الكلام بشكل رسمي وامثيل جنابك، هذه المعلومات غير دقيقه. احس تواجد كمراجع ربما فبحث اخر، لكن كطبيب او كتب علاج او اجرى عمليه او اي تداخل طبي اخر ان فيه جمله وتفصيله، واذا كان عندك دليل على هذا الكلام اكون شاكر اذا تقدم. واحنا مره اخرى نسينا هذا الموضوع بشكل رسمي. طيب، يعني ما الضامن ان لا تكون هناك مثلا حالات اخرى؟ يعني الا يفترض التشديد اكثر على مثل هكذا حالات؟ سيدي الكريم، هي في كل دول العالم موضوع اللي يدعي مثلا انه ضابط او يدعي انه محامي او انه مهندس، هاي موجوده وتحدث. دكتور، هو حسب ما افتهمنا هو بنشرسي وداخل ولابس البدله الطبيه، يعني يعني احنا نقول الله يستر اذا دخل حداد وشايل بيده ماكينه مال لحيم مال ولدن يعالج. يعني بس ارجوك اذا نعم تفضل، لا تقاطعني حتى اكمل الفكره. مع احترامنا لكل المهن، يعني هي صدريه الطبيب ممكن ان تشتريها، ممكن ان تفصلها، او بدله الضابط او رتبه الضابط او بدله المهندس، مو هنا المشكله. انا مره ثالثه اكد لجنابك انه اذا هو لبس لبس الطبيب فهذه يعني مو مشكلتنا، يعني هو ودخل حاول انه ينتحل هذه الصفه، تم ملاحظته والامساك به وايداع الحجز حاليا قيد التحقيق. هذا اللي اكد لجنابك بشكل رسمي، واحنا نشرنا بيان. نعم. واكثر من فضائيه، اكثر من اعلان، ووضحنا اليوم هذا الموضوع، والان انا اوضحه وصلت الفكره بشكل رسمي ومسؤول. نعم. المتحدث باسم وزاره الصحه الدكتور سيف البدر كنت معنا وعلى الهواء مباشره، شكرا جزيلا لانضمامك الينا.